ما بدي أرجع مع مين على الآن غير إليسا؟ ولا حدا. أنا مع الآن معها حتى، هي على الآن مع حالها. والله مع الآن معها، هي أساساً بتعلق مع حالها كل فترة. إذا ما علقت بتصحى، إذا ما زحطت هنحكي على قضية. كانت غير هيدي، هلا اللي جديدة غير. أي وحدة بدك أنت نحكي عن هاي ولا عن جديدة؟ بس ممكن هاي مش من أرشيفة، منا من ألبوم حياتي. ممكن تتصالحوا أنت، هيدي صورة شلتها من ألبوم حياتي. بس أنت قلبك طيب، ولا ممكن بكرة قلبي طيب بس ما بيتاكل، أكلت ثلاث أرباع وبعد في الربع بده يخليه لإلي. هالقد شخصيتها قوية بتاكل؟ آه شخصيتها معوية، هيدا مكر. مش سكتها سوا، هي نسيت تذكر اسمك، هون بلشت المشكلة. نسيت تاكل؟ نسيت تشرب؟ مقصودة كانت. شو بس بقى؟ ليه أنا بدي أنسى شخص أو أتناسى؟ بس بقى ليه بدي أتناسى؟ بس بقى لما لغاية في نفسي يعقوب. ما هي هذه الغاية؟ هي قادرة، أنا ما ألف فيها، هلأ هي صارت خسرانة، خسرانة الكل. بس عم ينتقدوا هالردة الفعل. ينتقدوا أحلى ما يوسخوا بالحكي الوهميين، ما عنا حدا بيوسخ بالحكي. بس لما بيكتب كلمة تنازل ايه عادي، ولكن مع احتفاظي بحقي في الاداء العالمي طبعا محطوطة؟ ايه طبعا طبعا، بس مش كليب وينزل بذات الوقت. وفي تنازل كمان، في سماح مناقض، ما انا كمان عامل سماح. مش تنازل، كيف يعني هول مفترقين؟ بس هي كيف قبلت من الاساس يكون في انه اثنين يعملوا كليب بذات الوقت ينزلوا؟ هي ما لها خصها اذا بتقبل او ما بتقبل. قانونيا هو الملحن ما في شيء بالعالم بيمنعه يغني. هي الغنيه لا زياد، وهو من طيبه قلبه قدمها، قدم لاياها، ولكن بلا مردود مالي، ولكن مع شرط انه يرجع يغنيها بلا مردود مالي. بلا مردود مالي اكيد. بس دفعت الاتعاب اللي اخذها زياد، انا ما اخذت منها شيء. ما طلع لك شيء ولا مش ما طلع لي، ما بدي منها شيء. انا كنت مفكر انه في شيء اخلاقي حيصير. ما تصالحنا، كانت منتظر يصير صلحة ويصير فيها حكي، ما صار. طنشتك؟ ما طنشت، استخفت حتى بالأغنية، مش في ما فيها تستخف لأنه بعيد كتير، عرفت بتطير. عرفت وبطير. استخفت بالغنية لما صار يقول لها غنية حلوة، قلت لها لا تنزل. طيب ما عجبتك الغنية محمدة، شو بدك فيها؟ طالعة ريحتها، شو بدك فيها؟ يا احمد ماضي مقبر انتو يا تمسين، لشو لتاخذي منه غنية؟ طيب بدك تجيبي اسمه محروق قلبك على الغنية، ما تقولي اسمها عادية. وعملت كل المكر لتاخذي الغنية، واخذت الغنية، وبعدين بدك تعلقي مع صاحب الغنية، بدك تشرحي الغنية. ما صارت بتاريخ الفن هاي غير مع، بس مع هي مع كل شيء في اسمه اول مرة وما في مرة. وما في مجال للصلاح ابدا. لا 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 تتصالح مع حالها. بس تتصالح مع حالها بنتصالح.